نشرت السادسة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار وأبرز عناوينها: جرح 3 أشخاص جراء سقوط قذائف هاون بمنطقة الحدائق، والاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر يعلنان تقديم المساعدة ل4000 أسرة في بنغازي ومصراتة وصبراتة والزاوية. السراج يقول إن التواصل الخارجي يذكر المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه ليبيا، ويؤكد أن الوصول إلى أفضل صيغة لتطبيق الاتفاق السياسي سينهي حالة الاحتراب الداخلي والفوضى. فريق المؤتمر الموقع على الاتفاق السياسي بسخيرات يطالبون أعضاء المؤتمر الوطني بتأكيد انضمامهم إلى المجلس الأعلى قبل نهاية 20 يناير الجاري. أكد مصدر طبي في مستشفى الجلائد إصابة 3 أشخاص بجروح إثر سقوط قذائف هاون أمس على منطقة الحدائق نافيا سقوط أي قتلى. وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أحد المصابين أجريت له جراحة عاجلة، فيما تعتبر إصابة الجريحين الآخرين خفيفة، مشيرا إلى أنهم يتلقون العلاج اللازم في المستشفى. ويذكر أن رجلا وزوجته قضيا السبت بمخيم لنازحي تورغاء ببنغازي إثر سقوط قذائف عشوائية بمناطق عدة من المدينة. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر تقديمه المساعدة 20,000 شخص في ليبيا في الفترة الممتدة من 5 أغسطس إلى 11 ديسمبر الماضي. وأوضح الاتحاد في تقرير له الاثنين أن عمليات الإغاثة هذه كلفت 379,000 دولار، مشيرا إلى تقديم المساعدة 4000 أسرة في مدن بنغازي ومصراتة والزاوية وصبراتة وزوارة وجميل والعجلات ونالوت وزليط والخمس وبن وليد وجدابية، إضافة إلى المرج والبيضاء. وفق التقرير شارك في جهود الإغاثة هذه الهلال الأحمر التونسي والصليب الأحمر الدولي ووكالة الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، إضافة إلى السلطات الليبية. وبعد أكثر من 16 شهرا من النزوح تتردى أوضاع النازحين المعيشية في بنغازي وسط تزايد أعدادهم يوما بعد يوم في مدارس المدينة وفي غياب الإغاثة من الجهات الرسمية بالدولة. التقرير التالي يرصد معاناة بعض الأسر النازحة في إحدى المدارس. يصطف هؤلاء الأطفال بإحدى ساحات مدارس مدينة بنغازي. هذا ليس يوما دراسيا جديدا، بل صفوف النازحين التي تطول كلما طالت الحرب في بنغازي. أعداد الأسر النازحة في تزايد بسبب اتساع رقعة الاشتباكات. الأماكن هنا تبدو غير مهيئة للمكوث فيها، حيث يمثل الفصل الدراسي غرفة النوم والمعيشة والمطبخ بعد أن دمرت بيوتهم جراء الاقتتال داخل الأحياء المكتظة. لي 7 شهور والمدرسة هذه فيها ناس من قبلي من حوالي سنة وشهرين، سلام، 3 شهور. لعن توا الدولة بالحكومة بتاعها ما قدمت لناش أي مساعدة، شفناها ملموسة. بعض النازحين ورغم تساؤلهم عن غياب الدعم من الجهات الرسمية، إلا أن سؤالهم الأبرز هو: هل من بارقة أمل تنهي الحرب؟ الأسر متضررين من برضو من ماديا ومعنويا ونفسيا وكل، يعني ما حدش من الدولة جاء شاف إن إحنا وضعنا شن صاير فينا، شن عيالنا في المدارس شن وضعهم. ويرى القائمون على النازحين في هذه المدارس أن المعونات المقدمة من الجمعيات الخيرية والأهلية لا تكفي لسد حاجة النازحين في ظل غياب المعونة من سلطات الدولة. وصل عدد نزوح من مدينة بنغازي 47,000 تقريبا، منهم من لجأ إلى الحساب الخاص إيجار من خارج المدينة، والأغلبية ما يتراوح في العدد الألوفات ضمتهم مؤسسات الحكومية كما يعلم بها أهل بنغازي هي المدارس الحكومية. أما نهاية 2015 62 مدرسة هي اللي استضافت الأسر. وفي انتظار الحلول تستمر أصوات انفجار القذائف التي لا تبعد سوى مسافات قريبة حيث يقطن هؤلاء النازحون.
أكد الناطق باسم غرفة عمليات أوباري مجيب هن استمرار تبادل إطلاق النار من حين إلى آخر من الجهة الشرقية لوسط مدينة أوباري مع مجموعات وصفها بالخارجة عن القانون، موضحا أن عناصر الغرفة تتعامل معهم بكل صرامة. وأضاف بوهن أن هذه المجموعات تمتلك عددا كبيرا من الأسلحة وأنها ترفض التفاوض، في إشارة منه إلى خرقها للمرة الثالثة اتفاق المصالحة بين قبيلتي التبو والطوارق. وقال بوهن إن كافة الجهات الأمنية داخل مدينة أوباري تعيش حالة استنفار عام للتصدي لهذه المجموعات. وأوضح بوهن أن 5 من عناصر الغرفة لقوا حتفهم نتيجة تجدد الاشتباكات، فضلا عن جرح 8 آخرين تم نقلهم إلى مدينة طرابلس لتلقي العلاج. رغم أن طرفي اتفاق الدوحة للسلام في أوباري متمسكان بالاتفاق، إلا أن خروقات لهذا الاتفاق مستمرة منذ أيام وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. المزيد في هذا التقرير. بعد شهرين من الهدوء الذي أعقب توقيع اتفاق الدوحة، تعيش مدينة أوباري هذه الأيام على تجدد الاشتباكات. خرق الهدنة ما زال يلقي بظلاله على المدينة رغم تراجع حدة الصدمات التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وجرح 8 وأدت إلى شل الحركة في المدينة. غرفة عمليات أوباري التابعة للقوة الثالثة تصف المجموعات التي خرقت الاتفاق بالخارجة عن القانون، مؤكدة أنها تمتلك عددا كبيرا من الأسلحة وترفض التفاوض، فيما حذرت القوة من أن جهات من طرفي الاتفاق تسعى لإفشاله بدعم خارجي. فيه أطراف أجندة حتى من الطوارق وحتى من التبو معارضين لهذه الفتنة بالدعم من أجندة خارجية ليهم دور حتى هم في هذه الفتنة، ونطلب من الله أن ما تزيدش الفتنة هذه. مصادر من أعيان التبو أرجعت انهيار الموقف إلى استهداف قناصة لم تحدد جهة انتمائهم لعدد من أهل التبو، وهو ما تطور لاشتباكات، هذا فيما يتمسك مفاوضو التبو بالاتفاق ويدينون الخرق الذي حصل. الذي حدث في أوباري يعد أمرا خطيرا جدا ويعود بنا إلى المربع الأول ويهدد السلم والأمن الاجتماعي والمساعي المبذولة من أجل حق دماء المسلمين في مدينة أوباري. الطوارق بدورهم أكدوا تمسكهم بالاتفاق، معتبرين أن من يقف خلف خرق وقف إطلاق النار يسعى إلى إفشال المصالحة بين القبيلتين. لو الهزوم هذا من يرأيسها من يقوم بها من يمولها، هذا إلى حد الآن مش واضح، ولكن أكيد في طرف ثالث وما يجيش يتفقوا الطوارق. وبينما يعلن طرفا الاتفاق إدانة الخرق والتمسك بالسلام، تظل الأسئلة معلقة عن المستفيد من عودة القتال بين الجيران في منطقة أنهكتها الحرب كثيرا. أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أن التواصل الخارجي مع دول العالم يهدف إلى تذكير المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه ليبيا في تنفيذ وعوده. وأضاف السراج في تصريحات له عقب زيارته إلى تركيا والتي التقى خلالها رئيس الوزراء التركي أحمد أوغلو أن الوصول إلى أفضل صيغة لتطبيق الاتفاق السياسي سينهي حالة الاحتراب الداخلي والفوضى حسب تعبيره، لافتا إلى أن الحرب على الإرهاب لا تأتي إلا من خلال قوات مسلحة فاعلة قوامها أفراد الجيش النظامي والثوار من خلال عملية إدماج مهنية وفقا للترتيبات المتفق عليها. وأضاف السراج في تصريح لقناة الرائد أن اللقاء تناول عددا من المواضيع من بينها فتح شراكات سياسية واقتصادية وأمنية. التقينا وتناولنا كثير من المواضيع، بداية من عمق العلاقة التاريخية بين ليبيا وتركيا ونظرة إلى استشرافية للمستقبل في فتح كثير من المواضيع وشراكات سياسية اقتصادية أمنية. فاعتقادنا أن تركيا يمكنها أن تلعب دور إيجابي في كثير من المراحل القادمة بالرغم من حساسية وجدلية المرحلة السابقة. يجب أن نطوي صفحة الماضي وننظر إلى المستقبل بنظرة أمل ونظرة استشرافية أفضل.
شدد كل من المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر والمفوض المكلف بالسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي على أهمية دور الاتحاد في حال الأزمة الليبية. وقال كوبلر خلال زيارته إلى أديس أبابا ولقائه بسفراء الأمم المتحدة بالاتحاد الإفريقي إنه من المهم إيجاد مسار واحد للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن تعدد المسارات قد يربك العملية السياسية في البلاد. جددت تركيا دعمها لتشكيل حكومة الوفاق الوطني على وجه السرعة بناء على الاتفاق السياسي، معربة عن استعدادها لتقديم العون والدعم لليبيا في كافة المجالات. وحسب بيان للخارجية التركية، جاء هذا التأكيد بمناسبة الزيارة التي أداها الاثنين إلى أنقرة ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والتي التقى خلالها رئيس الوزراء التركي أحمد داوودوغلو ووزير الخارجية مولود تشاوسوغلو. وأكد البيان قناعة تركيا بأن حكومة الوفاق ستنقل الشعب الليبي إلى المستقبل المشرق الذي يستحقه عبر تبني مبدأ الشمولية والمصالحة الوطنية. قال الصحفي المحلل السياسي التركي إسلام أركان إن تركيا تدعم اتفاق السلام في ليبيا، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الأتراك مستعدون لإعادة أعمار ليبيا ولعب دور إيجابي في مختلف المجالات. تركيا يعني تستطيع أن تمارس دورها الإيجابي في ليبيا أيضا، وأيضا من ناحية الاقتصادية على حسب رأيي أن رجال أعمال أتراك في إعادة ربما بناء وإنشاء ليبيا، وأيضا في مجالات مختلفة متعددة يستطيعون أن يلعبوا دورا إيجابيا في كل هذه المجالات. قال الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون المغربية ناصر بوريطة إن فرصة اتخاذ خطوات استباقية في ليبيا ما تزال قائمة. وفي تصريحات على هامش مشاركته في اجتماع لمنظمة الشرطة الأوروبية في لاهاي، اعتبر المسؤول المغربي أن ليبيا تمثل التحدي القادم حسب تعبيره. وأوضح بوريطة أن مسألة الليبية كانت في صلب المباحثات في الاجتماع الذي شارك فيه سياسيون ومسؤولون أمنيون وضباط مخابرات، وتطرق إلى سبل تحسين التنسيق الدولي لمكافحة تنقل المقاتلين الأجانب إلى بؤر النزاعات. يجب أن لا نركز فقط على سوريا والعراق، لقد كررنا ذلك طوال اليوم. ليبيا هي التحدي القادم، وعلينا العمل لاستباق ما يحصل في هذا البلد. اعتبر فريق المؤتمر الموقع على الاتفاق السياسي بياس خيرات أن أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيحي العضوية هم أعضاء المجلس الأعلى للدولة، شرط تأكيد انضمامهم للمجلس قبل نهاية يوم 20 يناير الجاري. وقال أحد الموقعين على اتفاق صغيرات أشرف الشح لقناة ليبيا لكل الأحرار نقلا عن فريق الموقعين بصغيرات إن أعضاء المؤتمر الممتنعين عن الانضمام إلى المجلس سوف يتم مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات لموافاتهم بالاسم الذي يليه في انتخابات يونيو 2012، وذلك بغية استكمال الإجراءات اللازمة طبقا للاتفاق السياسي والإعداد لعقد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للدولة. أعطيت المهلة مهلة يوم 20 يناير لأن هناك استحقاقات زمنية طبقا للاتفاق السياسي يجب أن تحترم ويجب أن يتفاعل مع الجميع. بالتالي تم هذا الإعلان اليوم بعد التشاور مع كل الأطراف المنشأة من خلال هذا الاتفاق السياسي لبداية العمل الفعلي وتطبيقه للوصول إلى النتائج المرجوة. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. سنة أمازيغية جديدة تبدأ غدا، سنة ارتبط انطلاقها عند الأمازيغ بالامتنان لله عن محصول الزراعة في السنة السابقة وبداية موسم زراعي جديد.
جرح 3 أشخاص جراء سقوط قذائف هاون بمنطقة الحدائق. والاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر يعلنان تقديم المساعدة ل4000 أسرة في بنغازي ومصرة وصبرة والزاوية. السراج يقول إن التواصل الخارجي يذكر المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه ليبيا، ويؤكد أن الوصول إلى أفضل صيغة لتطبيق الاتفاق السياسي سينهي حالة الاحتراب الداخلي والفوضى. فريق المؤتمر الموقع على الاتفاق السياسي بسقراط يطالبون أعضاء المؤتمر الوطني بتأكيد انضمامهم إلى المجلس الأعلى قبل نهاية 20 يناير الجاري. أوضحت الخارجية الإيطالية أن استقبال إيطاليا ل15 من جرحى هجوم زيتن جاء على خلفية طلب من مجلس الرئاسة الليبي، ووصفته بأنه بادرة تضامن واهتمام من إيطاليا تجاه الشعب الليبي في مرحلة فائقة الحساسية. وأوضحت الخارجية الإيطالية في بيان على موقعها أن الجرحى الذين نقلوا من مصراتة جرى إسعافهم إلى مستشفى تشيليو العسكري، وهناك إمكانية لنقلهم في وقت لاحق إلى مراكز صحية أخرى متخصصة في إيطاليا. وأشار البيان إلى أن تدخل الطارئ جرى بالاعتماد على جميع الوسائل والاستعدادات الضرورية لتأمين سلامة الفريق العامل وبالتنسيق مع رئاسة المجلس، وساهمت فيه وزارات الشؤون الخارجية والدفاع والداخلية والصحة بالإضافة إلى السلطات الليبية المختصة. يواجه المجلس البلدي زيتن ولجنة شؤون الجرحى بعض الصعوبات المتمثلة في عدم تلقيهم دعما من الجهات المسؤولة في البلاد، مما تسبب في تأخر نقل الجرحى. المزيد من التفاصيل يرصدها التقرير التالي. ما يقرب عن 9 حالات إصابتهم حرجة من ضمن جرحى التفجير الذي لحق بمعسكر تدريب للشرطة بزليتن الأسبوع الماضي يتلقون العلاج داخل مستشفيات مدينتي زليتن وطرابلس وسط إمكانيات توصف بالبسيطة، فيما تم تسفير أكثر من 29 حالة حرجة أخرى إلى مالطا وإيطاليا وتونس لضمان تلقي العلاج في ظروف أفضل. للأسف يعني ما زلنا نفقد بعض الشباب في طرابلس. اليوم بلغنا بأن شاب توفي في غرفة العناية، وهذا أمر متوقع أن عندنا حالات حرجة. المجلس البلدي زليتن ناشد المسؤولين بالبلاد بضرورة توفير المزيد من الإسعاف الطائر للحالات الحرجة التي تنتظر العلاج، مؤكدا بأنهم يعملون بأقل الإمكانيات وبمساعدة الخيرين لتوفير ما يحتاجه الجرحى. المجلس البلدي لم يتلقى أي مبلغ من أي حكومة كانت في ليبيا لدعم في هذه الأزمة، يجمع في التبرعات وبعض الأموال الموجودة لديه هي اللي حاليا يتحرك بها ويصرف على الأزمة. وضع صعب يعيشه الجرحى داخل مستشفى زليتن التعليمية في ظل تأخر وسارة الصحة بحكومة الإنقاذ عن مدهم بالتجهيزات الطارئة، إلا أن المتطوعين من أهل المدينة لم يدخروا جهدا في تقديم المساعدات، وذلك حسب ما أكده أحد المتطوعين بلجنة الجرحى محمد الجدار. سبب تأخر نقل الجرحى هو السبب وزارة الصحة أو الحكومة، الناس المسؤولين ما وفروش إسعاف طائر. المشكلة هنا في الإسعاف الطائر. لجنة شؤون الجرحى بالتعاون مع لجنة الأزمة ببلدية زليتن تعمل بطائرتي إسعاف فقط تتسع كل منها بين جريح وجريحين، في انتظار أن تلبي وزارة الصحة مطالبهم بتوفير المزيد من الإسعاف الطائر. أشارت منظمة ميدل إيستي الأمريكية لأن ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا يسعى لاستقطاب الشباب المراهقين وغسل أدمغتهم لتنفيذ عمليات نوعية، محذرة من وجود خلايا نائمة تابعة للتنظيم في طرابلس. وأوضحت المنظمة أن المخاوف من تفاقم تطرف الشباب الليبي تزايدت، خاصة بعد نشر ما يعرف بتنظيم الدولة صورة طفل يبلغ 15 عاما مع الذين نفذوا عمليات السدرة وراس نانوف وزيتن. وأضافت ميدل إيست إي أن التنظيم يعتمد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في الترويج لصورته، قائلة إنه يعرف كيف يؤثر في عقول الشباب عن طريق تطويع التكنولوجيا.
نفى الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد أحرار الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والتي تشير إلى قيام المؤسسة بتفريغ خزانات النفط في السدرة وراس دانوف كإجراء احترازي. وأوضح الأحرار لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه لم يتم نقل أي نفط خام من هذه الخزانات، قائلا أنه تم فتح الخط في الخزان رقم 13 في راس لانوفا بسبب اشتعاله في الاشتباكات الأخيرة وتحويل النفط إلى خزان آخر حفاظا عليه. وقال الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط إن كمية النفط التي احترقت في سدرة وراس لانوف تقدر ب 800,000 برميل من الخام، مشيرا إلى أن المؤسسة ستبدأ بتقييم الخسائر المادية بعد تحسن الظروف الأمنية. يحتفل أمازيغ ليبيا بالسنة الأمازيغية 2966 التي تصادف 13 من يناير الجاري وسط أجواء خاصة، ويقومون بإعداد مأكولات تقليدية مثل الكسكسي وأرواي وهي العصيدة وطمن وهي البسيسة والشرشي وهي الفتات وغيرها من المأكولات الأخرى. لمحة تاريخية عن أمازيغ ليبيا في التقرير التالي. 2966 سنة أمازيغية جديدة تبدأ غدا الموافق للثالث عشر من يناير من كل سنة ميلادية، سنة ارتبط انطلاقها عند الأمازيغ بالخصوبة والرخاء، وهي انطلاقة لموسم زراعي جديد امتنانا لله سبحانه على المحصول الزراعي للسنة الفارطة. تقول الأسطورة أن السنة الأمازيغية بدأت بعد تمكن زعيم الأمازيغ شيشانغ من هزيمة جيوش الفرعون وتخليصهم من سطوته، في حين دون المؤرخون أن شيشانغ الذي أسس الأسرة المصرية 22 لم يصل إلى الحكم عن طريق الحرب، ويعتقدون أن التقويم الأمازيغي قد يعود إلى آلاف السنين حتى أنه قد يكون أقدم من التقويم الفرعوني. وتعد ليبيا ثالث دولة في شمال إفريقيا بعد المغرب والجزائر من حيث انتشار الأمازيغ الناطقين الذين يمثلون 10% من سكان البلاد، ويتراوح عددهم من 500,000 إلى 600,000 نسمة حسب آخر تعداد للسكان في ليبيا اعتمد عليه المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في إحصاءاته. وينقسم أمازيغ ليبيا إلى ناطقين باللغة الأمازيغية ويتمركزون في زوارة وجبل نفوسة وأوجلا وزلا وغدامس وأوباري وسبها وغات وغيرها، وهناك من لا يتكلمون الأمازيغية ونجدهم تقريبا في أغلب مناطق ليبيا. عادات أمازيغ ليبيا وتقاليدهم في الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة تختلف من منطقة إلى أخرى، لكنها تجمع على أهمية الأرض. فالأمازيغ يعتمدون على القطاع الزراعي، وحتى تقويمهم يعد تقويما زراعيا بالأساس يرتبط بدخول الليالي السود حيث تبدأ الأشجار في النمو. وتعتبر البقول أساس كل وجبة أمازيغية تقدم في الاحتفال برأس السنة الجديدة، سواء كانت البازين أو الكسكسي أو العصيدة. ويتبادل الأمازيغ التهاني وسط أجواء من الرقص والغناء، ويحاول هؤلاء إحياءها سنويا لأنها ظلت مطموسة لسنوات طويلة خلال فترة حكم النظام السابق. هذا النشرة وتذكير بأبرز عناوينها. جرح 3 أشخاص جرى سقوط قذائف فاون بمنطقة الحدائق، والاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر يعلنان تقديم المساعدة ل4,000 أسرة في بنغازي وبصرة وصبرة والزاوية. السراج يقول إن التواصل الخارجي يذكر المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه ليبيا، ويؤكد أن الوصول إلى أفضل صيغة لتطبيق الاتفاق السياسي سينهي حالة الاحتراق الداخلي والفوضى. فريق المؤتمر الموقع على الاتفاق السياسي بسقراط يطالبون أعضاء المؤتمر الوطني بتأكيد انضمامهم إلى المجلس الأعلى قبل نهاية 20 يناير الجاري. ختام النشرة في أمان الله.